تفسير حلم الشجار مع الأم. تفسير حلم الشجار مع الأم: الأم هي صاحبة الفضل الأكبر والأعظم في حياة أبنائها، وقد حث ديننا الحنيف على برها والإحسان إليها. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، وحملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. بالتأكيد فإن التشاجر مع الأم ليس من البر في شيء، بل هو إثم كبير. ورؤية التشاجر مع الأم في المنام له دلالات متعددة، وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الرؤية، وذلك حسب حالة الشخص الحالم وظروفه، وما إذا كان رجل أو امرأة عزباء أو متزوجة أو حامل. تابع معنا. رؤية الشجار مع الأم في المنام يشير حسب ابن سيرين إلى ما سيقابله الرائي من مشاكل وصعوبات في قادم أيامه. رؤية الشجار في المنام مع الأم والأب بسبب تصرفات الرائي تشير إلى ما يقوم به الرائي من أفعال وسلوكيات خاطئة تغضبهما عليه في الواقع. رؤية الشجار في المنام مع الأم وتجاوز الرائي بالكلام السيء معها تشير إلى أن الرائي سيقوم بعقوق أمه بالفعل. رؤية التشاجر في المنام مع أم الزوجة تشير إلى ضيق الرائي بالفعل منها والتوتر الذي يشوب العلاقة بينهما. ما تفسير حلم الشجار مع الأم للرجل؟ رؤية الرجل في المنام أنه يتشاجر مع أمه تشير إلى ما سيعترض حياة الرائي من معوقات وصعوبات ستسبب له الإصابة بالنكد والحزن. رؤية الرجل في المنام أنه يتشاجر مع أمه تشير إلى الإخفاق الذي سيتعرض له في العمل وما سيقابله من خسائر مادية ومعنوية. رؤية الرجل في المنام أنه يتشاجر مع أمه ثم يقوم بمصالحتها تشير إلى انتهاء المشاكل التي كانت تواجهه وزوال أحزانه جميعا. ما تفسير حلم الشجار مع الأم للحامل؟ رؤية الحامل في المنام أنها تتشاجر مع أمها تشير إلى ما ستتعرض له الرائية من متاعب أثناء حملها وأثناء الولادة. رؤية الحامل في المنام أنها تتشاجر مع أمها قد تكون إشارة إلى الضغط النفسي والقلق والتوتر التي تشعر به بسبب خوفها على نفسها وعلى جنينها. رؤية المتزوجة في المنام أنها تتشاجر مع أمها قد تكون إشارة إلى ما تشعر به الأم من قلق على ابنتها ورسالة لها لكي تعتني بصحتها جيدا. ما تفسير حلم الشجار مع الأم للمتزوجة؟ رؤية المتزوجة في المنام أنها تتشاجر مع أمها تشير إلى قيام هذه الزوجة ببعض التصرفات التي تغضب أمها منها في الواقع. رؤية المتزوجة في المنام أنها تتشاجر مع أمها تشير إلى وجود مشاكل في حياة الرائية تؤرق وتكدر معيشتها. ما تفسير حلم الشجار مع الأم للعزباء؟ رؤية العزباء أنها تتشاجر مع أمها في المنام تشير إلى عدم قدرتها على النجاح في أهدافها الدراسية أو العملية، كما تشير إلى ما ستقابله الرائية من أزمات وما ستتعرض له من محن في حياتها. تشير إلى وجود شخص بالقرب منها يقوم بخداعها. كما أن رؤية العزباء تتشاجر مع أمها وتقوم أمها بصفعها في المنام تشير إلى علاقة الحب القوية والوثيقة التي تجمعهما سويا.